بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للبروده الصبح ومائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشماليه، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون مائل للبروده على اغلب الانحاء. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس. معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، يا رب وعيد سعيد على الجميع إن شاء الله. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان امبارح بالليل كان الجو فيه بروده شويه في اخر ساعات الليل. بالفعل احنا ما زلنا متاثرين بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا، الكتل دي معتدله ومنخفضه في درجات حرارتها، كمان في امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، فبالتالي احنا بنحس بانخفاض درجات الحراره والاجواء الربيعيه خلال فترات النهار، والاجواء نقدر نقول المائله للحراره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، اجواء مائله للدفء على السواحل الشماليه ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط لان درجات حرارتها بتكون اقل طبعا من القاهره الكبرى، اجواء ما بين الحاره لشديده الحراره على محافظات جنوب البلاد شمال والجنوب الصعيد، ده بيكون خلال فترات النهار مع وجود اشعه الشمس اللي بتساعد على احساسنا بالدفء خلال فتره النهار، لكن فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، فرق بين فتره النهار وفتره الليل بيتجاوز ال 12 درجه مئويه، بنحسها اكثر في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، الاوقات دي بنحس فيها بالاجواء المائله للبروده والبارده في اغلب محافظات شمال البلاد، وبالفعل في انخفاض في درجات الحراره فتره الليل، خاصه كمان اللي بيبقى مع فتره المساء وساعات المغرب وفتره الليل في نشاط الرياح. صحيح، نشاط الرياح ده بيساعد ببروده الجو. بالظبط بيساعد بشكل كبير على احساسنا بالبروده وانخفاض درجات الحراره، ده بالنسبه لطبعا درجات الحراره. بالنسبه للظواهر الجويه اللي بتاثر علينا خلال هذه الايام، في طبعا شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس بتبدا الرؤيه تتحسن بشكل كبير على اغلب الطرق. كمان فرص الامطار يمكن خلال الايام القادمه هتكون كنت لسه اسال حضرتك عليها، ان واضح ان ممكن يكون في امطار خلال الايام القادمه باذن الله. بالفعل في بعض المناطق من المناطق الجنوبيه هتتاثر بفرص لسقوط الامطار، وخاصه جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر في فرص لسقوط الامطار الخفيفه واللي ممكن تكون رعديه احيانا، ممكن كمان الامطار الخفيفه تاثر على بعض المناطق من مدن القناه وجنوب الصعيد، لكن مجمل الامطار اللي بتاثر على اي محافظه هي امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه الحمد لله احنا خلال، لكن مش هتمتد الى القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري؟ يعني حتى الان ما فيش اي فرص للقاهره الكبرى او محافظات شمال الوجه البحري على الاقل في ال 24 ساعه او 48 ساعه القادمه، ما فيش اي فرص لسقوط الامطار من خلال الخرائط الجويه، لو في طبعا هنعلنها في نشرات غدا او بعد غدا، لكن الى الان ما فيش اي فرص لسقوط الامطار. الاجواء بشكل كبير هي اجواء مستقره في اغلب المحافظات هتسمح بقضاء الاجازه ان شاء الله ونستمتع بيها، بس ناخد بالنا من نوعيه الملابس خلال فترات الليل وفتره الصباح الباكر. صحيح، لو احنا بنخرج لان فترة النهار تسمح بتخفيف الملابس وان احنا نرتدي ملابس خفيفه، فترات الليل وفتره الصباح الباكر لازم نصطحب معانا جاكيت خفيف على الاقل لو حسينا بانخفاض درجات الحراره نرتدي، هي نوعيه الملابس اللي ممكن بس خلال الوقت ده تقلقنا او ممكن تخلينا نصاب بنزلات البرد، وكمان طبعا القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق فتره الصباح الباكر. يعني الحمد لله احنا الجو مناسب للخروج والفسح في فتره العيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي هيئه الارصاد الجويه. تعالوا دلوقتي نتعرف معاكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 28 الصغرى 16، العاصمه الاداريه 29 15، اسكندريه 24 15، العلمين الجديده 24 14، مطروح 23 15، دمياط 24 15، بورسعيد 23 14، اسماعيليه 29 16، السويس 28 16، العريش 23 12، كاترين 23 10، طابة 27 20، حلايب 29 21، شلاتين 30 20، شرم الشيخ 31 20، الغردقة 30 21،
الفيوم 30-17، بني سويف 30-16، الوادي الجديد 35-19، أسيوط 32-17، سوهاج 33-19، قنا 35-20، الأقصر 36-21، وأخيرا أسوان 39-22. زي ما قلنا حضراتكم إن الجو النهارده مهيئ جدا للخروج والفسح في ساعات النهار، لكن بالليل نخلي بالنا من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ جدا، يا ريت نتقل الملابس خاصة بالليل.